اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنخزن مع بعض الطماطم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شهر رمضان على الابواب، كل سنة وانتو طيبين. هنخزنها لشهر رمضان ولطول السنة، وهنعرف مع بعض ازاي تقعد مدة طويلة معانا في التخزين. هنضيف ليها ايه عشان تكون لونها احمر، ايه هي المادة الحافظة لحفظها. الوقت اللي احنا فيه دوت الطماطم سعرها حلو قوي، ونقدر ان احنا نخزنها ونخزن كمية كبيرة لو حابين. الطماطماية اللي احنا نشتريها عشان نخزنها تكون زي ما انتوا شايفين كده، تكون حمرة في نفس الوقت جامدة، ما تكونش مفتوحة. هنبتدي دلوقتي نخزنها مع بعض، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة. اول حاجة هنحضر حلة، بصوا الطماطم طبعا نغسلها غسلة حلوة قوي، طبعا انا غسلة الطماطم اكتر من مرة. هنبتدي دلوقتي بصوا نشيل الجزء الاخضر دوت اهو، طبعا انا غسلاها. هنبتدي الجزء دوت بنشيله كده، لو حابين نسيبه بنسيبه، انا بحب اشيله اهو. زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نشق الطماطماية شقة بسيطة كده بالطول وبالعرض اهو. ليه انا بشقها الطماطماية كده هوت؟ علشان خاطر تستوي معايا على طول، وفي نفس الوقت القشرة تتشال على طول. كل طماطماية هفتحها واشقها كده واشيل الجزء ده واحطها في الحلة اهو كده. هشقها شقة بسيطة، ما شقهاش قوي اهو بالشكل دوت. بصوا الطماطمية شكلها عامل ازاي. نجيب الطماطم اللي تكون ايه حلوة، اهو بالشكل دوت. هعمل كل الكمية زي ما وريتكم كده عشان ما اطولش عليكم كده. تمام، بعد ما خلصت الكمية كلها زي ما قلت لكم، بصوا اهي شقيناها وشلنا الجزء دوت. تعالوا نشوف هنكمل ازاي. شغلت النار على الطماطم، مش هنضيف لها اي مكون خالص، مش هحط لها مية، هي بتنزل ميتها. باول ما بحطها على النار بوطي النار لغاية لما تنزل المية، وبعد كده بعلي. طبعا احنا هنغطيها ونسيبها لغاية لما تنزل المية كده. الطماطم نزلت السوائل اللي فيها المية، هنبتدي دلوقتي نقلبها بالشكل دوت. بصوا هنخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق اهي كده. اهو بالشكل دوت قلبتها، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، كل شوية بنقلبها عشان الطماطم كلها تستوي زي بعضها كده. الطماطم بعد ما استوت اعرف ازاي انها استوت؟ طبعا احنا كنا مشققين الطماطمية الاول، وقلت لكم عشان تستوي على طول والقشرة تطلع بكل سهولة. هعرف انها استوت من القشرة لما امسك القشرة بتاعت الطماطمية، بصوا اهي، وتطلع معايا بكل سهوله وما يكونش فيها اي طماطم، اعرف ان الطماطم كده تمام واطفي عليها وانها استوت. نشوف واحده كمان برضو، بصوا اهي، بصوا القشر بيطلع بكل سهوله ازاي. وكمان قلت لكم ما نحطش فيها ميه خالص، بصوا كميه الميه اللي الطماطم منزلاها، عشان كده ما نحطش عليها ميه نهائي، هي دي الميه اللي طالعه من الطماطم. دلوقتي هطفي عليها واسيبها تبرد. بعد ما بردت الطماطم هنبتدي نشيل القشر. بصوا القشر عشان الطماطم مستوية كويس بيتشال بكل سهولة، بصوا اهو. بصوا بيتشال بكل سهولة، عشان كده قلت لكم في الاول بن ايه بنشققها كده، بيسهل علينا ان احنا ما نصفيهوش.
بصوا المستوية قوي ديت، بس اللي بتبقى ايه ماسكة شوية. اهو بصوا بصوا سهلة جدا كده. الافضل ان احنا بنشيل القشر وبنخلطها، ما بنحتاجش ان احنا نصفيها، بس لو انتم محتاجين برضو تصفوها تمام بتتصفوا. لو احنا هنصفيها ممكن نسيبها بالقشر وبنخلطها زي ما هي كده وبتتصفى. هكمل بقية الكمية واشيل القشر كده. الطماطم بعد ما شلت القشر كله منها زي ما احنا شايفين، الميه اللي هي بتاعت الطماطم ديت احنا محتاجينها عشان لما نخلط الطماطم تبقى سهله معانا في الخلط. عايزه اقول لكم انا الطماطم ديت زي ما انتم شفتوا ما حطيتش فيها ميه نهائي، دي ميه الطماطم. لو احنا جايبين الطماطم ناشفه قوي وما فيهاش ميه كتير، اول ما نيجي نسلقها ممكن نحط لها ربع كوبايه ميه صغيره، بس ما نزودش الميه لان زي ما انتم شايفين بتنزل ميه كتير. هنبتدي نحضر شفشق الخلاط علشان هنخلط الطماطم. او نحط المية عشان ايه تتخلط بكل سهولة معانا. كده تمام. حضر الخلاط ونبتدي نخلط الطماطم. كده تمام بعد ما خلطتها ونخلط كويس جدا الطماطم. بصوا نخلطها كويس قوي. هنبتدي افضيها. طبعا انا خلطت الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده تمام. رجعت حلة الطماطم على النار تاني واضيف ليها معلقة من الملح، معلقة صغيرة مش كبيرة اهي. ومعلقة من السكر. السكر طبعا ده مادة حافظة وفي نفس الوقت علشان حموضة الطماطم. يبقى احنا كده حطينا معلقة صغيرة من الملح وحطينا السكر مادة حافظة. عشان الطماطم تكون حمرة معانا ممكن وهي بتتسلق نحط لها بنجر، او هنحط بابريكا اللي هو الفلفل البارد اهو. هنحط معلقة كده ونص، كمان معلقة ونص من البابريكا. هنقلب كده مع كل المكونات سوا. هنسيب طبعا الطماطم دي تغلي لغاية ما تتقل شوية. لو احنا حابينها خفيفة هي غلوة واحدة وبنطفي، حابينها مثلا تكون تقيلة لتسبيكة الخضار بنتقلها عن كده، حابينها تكون خفيفة للكشري مثلا صلصة الكشري للمكرونة بتاخد غلوة وبنطفي.
كده الطماطم بعد ما غليت بصوا اللون بقى حلو قوي ازاي من البابريكا، وما نقلقش ان البابريكا ما بتغيرش طعم الطماطم ولا حاجة. هوريكو بس السمك بعد ما غليت، تقلت شوية حابين نطفي في الوقت دوت بنطفي، حابينها تتقل شوية عن كده بنسيبها تغلي شوية كمان. انا عن نفسي هسيبها تغلي شوية كمان وبعد كده نطفي عليها. احي بصوا كده بعد ما سبت الطماطم غلت شوية وتقلت زي ما احنا شايفين كده، هقلبها اهي ونشوفها مع بعض. بصوا تقلت شوية عن الاول، السمك ده بالنسبة لي حلو قوي، لو انتوا حابينها تتقل عن كده تمام بنسيبها تغلي وتتقل عن كده. كل ما تتقل هنشوفها بصوا بتبقبق ازاي من على وش الحلة، بصوا الطماطم من فوق بتبقبق، اعرف انها كده ايه بتتقل. اهي السمك ده حلو قوي لو احنا حابين نطبخ بيها، السمك ده كويس. حابينها تكون صلصة تقيلة قوي بنسيبها تغلي لغاية لما تتقل وبنقلبها. طبعا انا هطفي عليها النار واسيبها تبرد ونشوف هنحفظها ازاي. كده الطماطم بعد ما بردت هنبتدي دلوقتي نحضر اكياس تلاجة عشان هنخزن فيها الطماطم اهي. طبعا بحط الطماطم على قد الطبخة، كل كيلو من الخضار بيحتاج كيلو طماطم، لو هعمل نص هنحتاج نص كيلو من الطماطم. معايا اكياس كمان صغيرة هحط فيها علشان لو احتاجت كمية صغيرة من الطماطم. كده تمام هبتدي اخرج الهواء من الكيس واقفله كويس قوي او كده، اتاكد ان الكيس ما فيهوش هواء خالص. طبعا الطماطم تكون بردت خالص ما حطهاش في الكيس وهي سخنه اهي بالشكل دوت، وطبعا هعمل كل اكياس كده. عبيت كل الطماطم في الاكياس، هحتفظ بيها ازاي؟ على طول بشيلها احطها في الفريزر، بتقعد فترة طويلة قوي وطريقتها سهلة وكمان ناجحة. خزنوها بنفس الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد.